واحد دائما الأقارب يحرصون أنهم يكون في بيئة، يعني ياخذون جنب بعض، إن كان أجار يستأجرون جنب بعض، وإن كان ملك يشترون مع بعض، والأخو إذا صار ما عنده يعني يكملون له، خلاص تلاقين أبوي وعمي وقرايبنا كلهم، وحارتنا نفس الشيء، تلاقين هذا وهذا كلهم الحمايل تلاقينها كلها في حي واحد، تلاقين حتى إلى الآن يقولوا لك هذا الحي منفوحة، حي فلان، حي المعقلية، حي كذا، كل ناس ساكنين في كلهم من حي أيوة. واحد العائلة، والعقدة. فيتواصلون يتزاورون، حتى لو بيصير في مشكلة في هذا البيت ويسمع الأخو إن بيته فيه مشكلة ما يحترق يطق الباب، والله إني أذكر إنه يطب علينا مع الجدار، ما يحتر يعني من شدة الفزعة، ما شاء الله أيوة. تبارك الله. بس وقتهم يوم كانوا مثلا على قولتك في الأحياء، أحياء الرياض، كانت أول الأحياء نائية، يعني ما في ذيك التواصل، كيف تتواصل الأحياء مع بعض؟ ما شاء الله، يعني في لهم زيارات سواء بعد فروض الصلاة، كل جمعة تلاقين هذا يقلط على هذا، يتقهوى معاه ويجلس معاه، وزيارات محددة، يعني زيارات العوائل الأقارب، مثلا الأم تزور أهلها وتزور أمها كذا الخميس، مثلا الجمعة صايرة أول ما كان فيه إجازة ليوم واحد يعني، فكانوا اليوم هذا لازم زيارة، مثلا ما هي بالأم بس تزور أهلها، تزورين أهلها، ولا يعني صلة رحم من طرف الأم، وبرضه أهل الزوج واللي هم صلة من طرف الأب، يوم الجمعة يجتمعون فيه يتزاورون، وأذكر يعني كنا يسافرون واللي لهم قرايب بعيد، أذكر قرايب جدتي اللي هي من طرف أمي وكذا، لها قرايب من في الطائف وكذا، كانوا ينتقلون يسافرون لها سفر جت الإجازات. وش كانوا يسافرون عليه؟ إيه يعني نسافر عن طريق مثلا سيارة كذا، الباصات الكبيرة، أو عن طريق السيارات اللي هي الوانيتك الأحمر الكبير، كان نركب فيه وكلنا يروحون، واللي جاي يروح ياخذ معاه عاد ذهابه، ياخذ معاه مقاضي، الأشياء اللي معروفة في أهلنا عند أهل نجد يروح بها هناك، واللي يجي برضه يرجع تلاقينها اهل الطائف برضه، يعني سبحان الله في تواصل وكثير، يعني احيانا بالرسائل اللي هي تسميها الجواب، رسائل يكتبونها، ما كان في البيوت اغلب البيوت احد يكتب، يروحون لحد في الحاره عندهم ولد يكتب او احد يعرف يقرا ويكتب، يوم قليل يعني، فيكتبون في الرسائل اللي اشتقنا لكم، وسواء يسالون عن فلان وفلان وفلان، تلاقين الرسالة فيها سؤال في وش كثرها اللي ولدت واللي تراها عرصت واللي تراها صار عليها واللي والله أن الشريط على كل أنت مسعود أصرف أم ثامر، طبعا أم ثامر